بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمال موضوعنا فيما يخص دراسات في الليزر والإلكترونيات الضوئية، أتناول في هذا الفيديو معدل الموجة ماخزنر انترفيرميتر كيف يعمل بفكرة المصفوفة. سبق وأن تعلمنا سويا ما كيف تعمل المصفوفة، لكن إذا كان عندي أنا معدل الموجة المشهور ماخزنر في هذا الإطار كيف يعمل؟ لاحظ أنا عندي هنا بهذه الصورة، ها هو معدل الموجة بهذه الصورة. نفرض أنه على هذا الشكل، طبعا هنا أنا سأقول أنه بهذه الصورة. لاحظ أن الشعاع سنجل فوتون ينتقل بشكل عمودي، فإذا هو مصفوفته 0 1، إذا دعونا نكتب أن مصفوفة الشعاع في هذا الإطار هي 0 1. هذه الخاصة في الشعاع. طيب هنا أنا عندي بيم سبلتر، عندي مقسم الشعاع الضوئي، مقسم الشعاع في هذه الصورة. كيف يعمل مقسم الشعاع في هذه الصورة؟ لاحظ هو يعني نفرض أنه وضع بهذا الإطار، هي الشعاع ماخذ هذه الزاوية، فهو سيكون عندي بمقدار 45 درجة، من أنه واحد على جذر الاثنين. فنقول بهذه الصورة نقول أنه 1 على جذر 2 مضروبة في الـ E I باي، كما قلنا التغير الذي سيحدث في الطور، في 1 في 1 في 1. طبعا هنا دعونا نتذكر بأن الـ E I باي يساوي -1، فعمل هنا على وضع -1 بهذه الصورة. تمام، إذا الآن ماذا سأفعل الآن؟ ماذا أستطيع أن أفعل؟ لاحظ أن هنا continuous fire، أو أنا أطلق مرة يهبط في المجس السفلي ديتكتر، مرة في المجس العلوي، يعني كل مرة هنا في 0 1، مرة في يعني كل مرة في مجس معين. فهنا أؤكد على أن عملية تهوف علوي في الميرور لا تغير من قيمة الضرب، أنهما متعامدتان وعلى نفس فلن نحسب القيمة التي أحدثتها المرآة في هذا الإطار للتسهيل على عملية الحساب. إذا تكون الصورة هكذا. إذا ماذا نفعل هنا؟ دعونا الآن نقول بأنه 0 1 مضروب في -1 1 1 1، 0 ضرب -1 صفر، 1 ضرب 1 1 1، 0 ضرب عندي هنا أيضا، عفوا، 0 ضرب 1 0 ضرب 1 0 زائد 1 ضرب 1، إذا 1. ويبقى عندي هنا طبعا 1 على جذر 2. نستطيع أن نعيد كتابة المصفوفة هذه بحيث أنها تكون 1 على جذر 2 واحد صفر صفر واحد بهذه الصورة، أو دعونا نقول حتى أكون أوضح معكم، زائد 0 1 على هذه الشكل. يعني مرة تكون مرة للواحد، مرة للصفر، مرة للصفر، مرة للواحد، لأنه كما لاحظنا هنا نحن عندنا في هذا الإطار عندي عملية احتمال، مرة يذهب في المجس السفلي، مرة يذهب الفوتون إلى المجس العلوي،
فكل مرة هنا في السفلي مرة أخرى، مرة إذا في المجلس العلوي، فقسمناها إلى هذه الصورة. يعني لا بد أن تأتي واحدة في المجلس العلوي، كله في المجلس السفلي. أنا عندما وقفت أتت متتالية على المجلس العلوي، لكن سبحان الله عندما ترغب في شيء ها هي أتت في المجلس العلوي، حتى نرى أنها الآن هي عملية. طيب، ماذا يحدث حتى نتحكم نحن في هذا الإطار، أو ماذا يجب أن نفعل حتى نتحكم في هذا الإطار، لا نعود نعتمد على عفوا الثيوريتيكال بروبابيلتي هي 50% 50%، نعتمد عملية الاحتمالات، نريد تحكم. العلم هدفه الأسمى والأكبر هو عملية التحكم. ماذا نقول؟ سنضيف هنا بيم سبلتر، سكند بيم سبلتر. هذا السكند بيم سبلتر جعل كل الاحتمال للمجس العلوي. إذا هنا سنأخذ هنا، لاحظ هذه هي تمثيل هذا المجس، هذا عفوا هذا البيم سبلتر أو مقسم الشعاع أو موجهه بهذه الصورة. يعني لو أردنا أن نكتبه يعني هذا الشعاع سيكون عندي، أو هذا البيم سبلتر المصفوفة الخاصة به هي واحد 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 اي اي باي. مرة أخرى نؤكد على أن الاي اي باي تساوي سالب واحد. إذن فنستطيع أن نقول هنا أنها مع سالب واحد على هذه الصورة. إذن نستطيع أن نقول الآن بأنه عبارة عن مصفوفة الأولى الخاصة في البيم سبلتر الأول كانت بهذه الصورة سالب واحد واحد واحد، هذه الصورة عفوا. المصفوفة الثانية كانت أيضا للبيم سبلتر الآخر، الثاني الذي أضفناه لاحقا هو واحد واحد بهذه الصورة، ومن ثم في المصفوفة الأخيرة صفر واحد. طيب دعونا نبدأ هنا، سالب واحد ضرب واحد، هنا دعنا نقول هنا وهنا سالب واحد ضرب واحد سالب واحد زائد واحد ضرب واحد واحد. إذن هو عندي المصفوفة الأولى التي تنتج هنا عندي واحد في جذر الاثنين ضرب واحد جذر الاثنين يصبح عندي واحد على اثنين، سالب واحد هنا واحد ضرب واحد إذن سيعطيني الصفر، سالب واحد ضرب واحد سالب واحد زائد واحد ضرب سالب واحد سالب واحد إذن يصبح عندي نتيجة سالب اثنين، واحد ضرب واحد واحد زائد واحد ضرب واحد اثنين، واحد ضرب واحد واحد زائد واحد ضرب سالب واحد سالب واحد إذن يصبح عندي الصفر على هذه الصورة. أيضا عندي هنا الشعاع سلط به صفر واحد على هذا الشكل، فيصبح عندي صفر ضرب صفر صفر زائد سالب اثنين ضرب واحد يصبح عندي هنا سالب اثنين، اثنين ضرب صفر صفر زائد صفر ضرب واحد صفر ضرب واحد صفر، إذن مع واحد على اثنين واحد على اثنين هذه الصورة، سالب اثنين صفر. إذا فيصبح عندي كله لو أخرجناها نستطيع أن نقول لو أخذنا القيمة المطلقة لها هي الاحتمال هو واحد صفر يعني واحد، يعني طبعا فكرة أنه واحد صفر يعني كله أصبح في العلوي، كله أصبح في العلوي، وهذا ما حدث. يعني استطعنا
من خلال هذه العملية، من خلال عملية البيم سبلتر التي أضيفها هنا، استطعنا التحويل بالكامل، يعني كأننا حجبنا المجس في السفلي واشتغل فقط على المجس العلوي. طبعا أنا في الفيديو السابق تحدثت عن فكرة البيم سبلتر الموديوليتر عبر استخدام المجال الكهربائي. هذه طبعا فكرة استخدام المجال الكهربائي بديلا عن البيم سبلتر من النقاط التي المجال الكهربائي، استخدام المجال الكهربائي طبعا يعطيني نفس الفكرة، والتحكم في الطول المجال الكهربائي بدلا من مقسم الموجة، طبعا يؤدي نفس العمل، لكن الفكرة أن المجال الكهربائي أخف لأنه يعتمد على الإلكترونيات. الإلكترونيات دقيقة جدا، استطاع الإنسان يصل لفكرة إلى نانو إلكترونيكس. مقسم الموجة المعتمد على فكرة العدسات أو البيم سبلتر أثقل، أصعب أن يضمن ضمن أن يضمن أو كما يعرف inserting in electronic devices، لأنه يصبح أثقل. وهذه من العقبات، أن يوجد عندي مقالة على الصفحة الخاصة في القناة Arabs Technology، يوجد عندي مقالة عن المقارنة، العقبات التي تحجب استخدام الذرات الضوئية أنها ثقلها، هي ثقيلة وتحتاج إلى أجهزة كبيرة جدا. عملية استخدام المجال الكهربائي في عملية تعديل سلوك الضوء أكثر عملية، أكثر وأقل كلفة حتى، يعني قد استغرب بما أننا وصلنا نانو تكنولوجي، في عصرنا الحالي أصبحت أقل كلفة وأكثر عملية، وقد تسهم في بضع سنوات قليلة قادمة في إنتاج حاسوب أو حواسيب تعتمد على فكرة الذرات الضوئية المتكاملة أو الكوانتم كمبيوترز أو فوتونكس انتجريتد سيركت. أرجو في النهاية يكون الفيديو قد أفادكم، لا تبخلي بعمل الشير واللايك والاشتراك في القناة، كتابة التعليقات، طرح الأسئلة. مرة أخرى أشكر لكم حسن استماعكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.